شكلت منذ يومين لجنة للدفاع عن جهة قفصة لتأطير الحراك الاجتماعي إلى قوة اقتراع إلى سلطة الإشراف. حول أكثر التفاصيل عن هذه اللجنة، السيد جمال سطراوي كاتب عام مساعد للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة وعضو لجنة الدفاع، ماذا عن هذه اللجنة؟ ما هي مكوناتها وبرامجها؟ هي بالنسبة إلى هذه اللجنة تأتي في ظرفية حالية تعيشها جهة قفصة، هناك يأس هناك إحباط هناك احتقان اجتماعي، اعتصامات منتشرة في كل المناطق في كل المعتمديات تقريبا 6 اعتصامات، الوضع يتأزم شيئا فشيئا. إذا تداعت مكونات مجتمع المدني ومنظمات الجهة للبحث عن لجنة أو وسيلة أو طريقة للدفاع عن هذه الجهة. تشكلت هذه اللجنة أخيرا يوم 8 فيه كان لقاؤها الأول في هذه القاعة، قاعة في مقر الاتحاد الجهوي للشغل، وطرحت مجمل الإشكالات وشخصت الواقع الذي اتفق الجميع على أنه واقع مأزوم، واقع يحتاج إلى تفكير جماعي، إلى تذويب كل الخلافات الموجودة بين هذه المكونات، وإنتاج كتلة من المجتمع المدني تذوب فيها كل الأحزاب والمنظمات وتتجه فوق الدفاع عن جهة. بالتالي كانت البعث في هذه المناسبة يوم 8 فيبري بعث اللجنة، لجنة ما سميت باللجنة الدفاع عن جهة قفصة، واجتماعها الثاني تم يوم أمس يوم 10 فيبري. هذا الاجتماع تمخضت عنه مجموعة من اللجان، لجنة الإعلام، لجنة الاتصال، ولجنة الإعداد للتحرك المزمع في المستقبل.